السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله تعالى للجواب على التمرين رقم 4 صفحة 28 من الكتاب المدرسي المحيط فريدي للسنة الثالثة إعدادي. لاحظوا معي في التمرين طالبين مني نبسط أو بي وسي ودي والأ والأف. أنا تعمدت أنني نكتب التمرين ونشرح شنو دارو، ماشي بحال التمرين ثلاثة اللي كنا درنا في الفيديو السابق. إذا أنا أعطوني أ كتساوي أ أس جوج عامل أ أس سبعة، هنا جمعت الأسين طبقت العلاقة ديالي خلاص كما قلت لكم قبيلات، أ أس أن عامل أ أس أم كتساوي اللي عندكم في الكتاب المدرسي كنجمع أسين، جمعت الأسين جوج زائد سبعة تساوي تسعة. في بي طبقت القاعدة، هاد الأس اللي تحتاني هذا طلعته الفوق يولي أس ناقص واحد، فتكون عندي أ أس أن على أ أس أم هي أ أس أن ناقص أم. هذه قاعدة أخرى طبقناها هنا، يعني طلعت أ باش طلعتها الأس ديالها نقصهم لجوج، و أ أس جوج ناقص واحد هي واحد، كل أس ثلاثة، واحد عامل ثلاثة يساوي ثلاثة، درت فيها قوته قوة اللي شفنا في الفيديو السابق أن عامل أم. ثم في سي طالبين مني نبسط أ أس ربعة عامل أ أس خمسة على أ أس ثلاثة. إذا هنا الفوق لاحظوا جمعت الأسين، ثم هذه اللي في المقام طلعت الفوق وعطتني أس ناقص ثلاثة، طبقت القاعدة الآتية أ أس أن هي أ أس ناقص أن واحد. لاحظوا القاعدة كتقول واحد على أ أس أن كتساوي أ أس ناقص أن. شنو إذا طلعت الفوق، عفوا طلعت الفوق ولات أ أس ناقص ثلاثة، هذه طلعت الفوق ولات أ أس ناقص ثلاثة، وهنا جمعت الأسين، هنا جمعت الأسين هي أ أس تسعود زائد ناقص ثلاثة، وتسعود زائد ناقص ثلاثة هي ستة، إذا النتيجة هي أ أس ستة. فدي عطاوني أ أس جوج لكل أس ثلاثة عامل أ أس ثلاثة لكل أس اثنين. إذا هنا عفوا طبقت قوة وقوة، ضربت هذه في هذه، طبقت قوة وقوة، يعني هاد العلاقة طبقنا هاد العلاقة هنا، يعني فهاد الجوج هادو غنطبقو هاد العلاقة هادي. إذا شنو عطاتنا؟ عطاتنا أ أس ستة عامل أ أس ستة، إذا جمعت الأستين أ أس ستة أ أس ستة هي ماذا؟ هي أ أس اثنا عشر. واحد آخر غيدير أ أس ستة لكل أس اثنان، هي صحيحة، غيدير أ أس ستة لكل أس اثنان، هي صحيحة، ويضرب ستة في جوج تعطيه أ أس اثناش. إذا هي الطريقة صحيحة. ثم إيه عطاوني أ أس اثنان لكل أس ثلاثة عامل أ أس ناقص اثنان لكل أس سبعة، ثم كل شيء أس ناقص واحد. إذا أ أس اثنان لكل أس ثلاثة هي أ أس ستة، هي أ أس ستة، و أ أس ناقص جوج لكل أس سبعة هي أ أس ناقص أربعة عشر. من طبيعة الحال كنضرب هذه في هذه، جوج في ثلاثة وناقص جوج في سبعة. ثم بعد ذلك جمعت الأسين اللي عندي نفس الأساس، هي أ أس زائد ناقص 14 الكل، ما ننساش هاد ناقص واحد عندك انت، كاين كثير ديال الكلام تاجي يكون كيحسب كينسى الأس اللي كاين على برا كاع تينساه، ما ينساش يركز الإنسان. ثم أ أس زائد ناقص 14 هي ناقص تا ناقص 8 الكل أس ناقص واحد، وناقص 8 في ناقص واحد تساوي 8، تكون النتيجة هي أ أس 8. إف عطاوني ماذا؟ عطاوني إف كتساوي ماذا؟ x أس 3 لكل أس ناقص 2 عامل x أس 2 لكل أس ناقص 3 لكل على x أس 3 لكل أس ناقص 2. كاين بعض التلاميذ غادي يجي ويختزل بهذه مباشرة ويحط النتيجة اللي هي x أس 2 لكل أس ناقص 3 اللي غتعطي x أس ناقص 6 اللي هي نفس النتيجة هنا. كاين اللي باغي يختزل هنا تيحسب عاد يختزل، كل الطرق تؤدي إلى النتيجة، المهم هو الإنسان يكون شديد الملاحظة والتدقيق في الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، هذه كنحاول دائما نكون شديد الملاحظة باش نسهل على راسي الحساب. اللي ما لاحظاش كيحسب على التتبعي، اللي ما لاحظاش فاش يحسب كيضرب هنا الأس في الأس ويضرب هنا الأس في الأس وهنا الأس في الأس، كتبغي لي ناقص 6 هنا إكس أس ناقص 6 كيختزل هنا ومن بعد كتبقى لي ناقص 6. وهكذا إن شاء الله نكونوا خدينا التمرين رقم 4 كله واستعملنا فيه اغلب العلاقات ديال القوى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.